حياكم الله، إذا ما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت شركات متخصصة ببيانات العقارات والأسواق وجود طفرة كبيرة تشهدها سوق العقارات في العراق، ما يؤكد وجود عمليات غسيل أموال ضخمة. وكشفت شركة ستاتيستيا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين عن حلول العراق في المركز الرابع عربيا بسوق العقارات من ضمن 14 دولة خلال العام الحالي، لافتة إلى أن الطفرة الحاصلة غير مسبوقة ناتجة عن الفساد المستشري في البلاد، إذ تجاوزت أسعار العقارات في بعض أحياء بغداد نظيرتها في العواصم الأوروبية والعربية، على الرغم من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. قالت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية إن هناك 4 مصارف في القطاع الخاص استحوذت على أكثر من 50% من حجم القطاع المصرفي العراقي. وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن المصارف 4 هي مصرف التنمية الدولية، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف بغداد، ومصرف الجنوب الإسلامي. وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن ترتفع حجم الموجودات لهذه البنوك خلال السنوات الخمس القادمة لتبلغ أكثر من 40 تريليون دينار. كشفت اللجنة المالية النيابية بأن رواتب الموظفين الحكوميين تتعرض للسرقة شهرياً بهدف استثمارها خارج إطار القانون. أوضح عضو اللجنة محمد نوري أنه في كل شهر تسرق رواتب الموظفين لمدة يومين قبل توزيعها، مبينا أن الهدف من وراء تلك السرقة المؤقتة الاستثمار الليلي، أو ما وصفه بالاستثمار الليلي لرواتب الموظفين، حيث تسحب الأموال إلى جهات مجهولة بهدف استثمارها في البورصة لتحقيق أرباح طائلة لفائدة جهات متنفذة. توقعت وزارة الزراعة حصول انخفاض تدريجي بأسعارها بعد الإجراءات الأخيرة، ومن بينها تخفيض رسوم الاستيراد. وقالت الوزارة إنه بعد منح موافقات استيراد اللحوم من الخارج، فإنه من المتوقع أن تبدأ الأسعار بالانخفاض، إذ بلغت أسعار الجملة للحم البقري 13,000 دينار للكيلو و16,000 دينار للغنم، وبات يباع في الأسواق بالمفرد بمبلغ 20,000 دينار، ولحم البقر ب 15,000 دينار أو أقل. أكد مصدر مطلع عدم وجود تسعيرة مركزية لأجور المولدات الأهلية في عموم العراق. وأوضح المصدر أنه لا يوجد تسعيرة مركزية للمولدات الأهلية التي تجهز المواطنين في الطاقة الكهربائية بعد تفعيل مسألة العدادات الذكية. ويعاني العراق من تهالك شبكة الكهرباء وانقطاعها لفترات طويلة بسبب اعتماده على الغاز الإيراني، على الرغم من غناه بالنفط والغاز المصاحب لاستخراج النفط، لكنه يتعرض للهدر. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.